ريعه بس ريعه، ما كانتش شدت شعره وكسرت ايد، بعدين انت قعدت عليها بطلتيها. لا مش هو ده اللي مزعلني، لا الشتيمه ولا الضرب، انا كل اللي قهرني فضحتي، فضحتي قدام الاوتيل في يوم صباحيتي. صباحيتك؟ اه. طب انا في الاخر عملت ايه؟ مش طلقتها لك؟ وبعدين يا روح قلبي احنا ايامنا كلها كده بالصلاه على النبي هتبقى صباحيات. صحيح يا جوجو. روحي يا روح قلب ام جوجو. انما تعالي هنا قول لي ايه الجو ده في ايه؟ انت اول ما شفت اللي ما تتسمى دي عملت لي فيها عبيط ليه؟ يا ريعو ده كومو فلاش. ليه بقى؟ عشان اعرف ابعاد الموضوع، ومن هنا خدت القرار على طول وطلقتها لك. حصل ولا ما حصلش؟ الهي ربنا ما يحرمني منك خالص. ويحرمني منك يا حبيبتي. ايه؟ قصدي ولا يحرمني منك يا روحي. بقول لك ايه بقى؟ تيجي نرجع ايام الزمان، ايام الخوالي. يعني ايه؟ ليلى مراد ومحمد فوزي. ننزل نبلبط شويه. لا لا بخاف. لا ايه بس؟ تعالي لا اتكسف. لا اتكسف. يخرب بيتك. لا لا استنى استنى. استنى لا. لا لا ساعة ساعة. لا لا ساعة. لا لا. ليو. لا لا. لا لا. لا لا اقص عليك. ليو. لا 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 اقص عليك. لا انت وحش بقى. لا خصمك. لا خصمك. احمد. أحمد أنا هنا يا كوكي. يلا بقى يا مادي عشان نتغدى مع بعض. مادي إيه بدلعك مستغرب؟ لا أصل أول مرة حد يقول لي الاسم ده. ومن هنا ورايح مش هقول لك غيره. إيه الأكل ده كله؟ أنت عاملة عزومة ولا إيه؟ آه عزومة بس ليا أنا وأنت وبس. ده أكيد بقى عشان محدش يبص لنا في الأكل. لا عشان مش عايزة حد يشاركني فيك. ميرسي قوي يا كوكي، بجد اللي بتعمليه ده كتير عليا قوي. انت مفيش حاجة كتير عليك، انت تستاهل اكتر من كده بمليون مرة. انا حقيقي مش عارف اقولك ايه. انت ما تقولش اي حاجة غير ان انت تاكل الاكل ده وتخلصه كله. اوكي يا ميدي؟ اوكي. كنسلني ما بتردش عليا يا احمد؟ ليه؟ كان ايه اللي حصل عشان كل ده؟ اكيد في حاجة. ماشي يا احمد ماشي. ايه الاخبار يا سوسو؟ عجبتك السندوتشات؟ انا موصل الواد يجيبها لك كل يوم الصبح. اصلي مش عايزة اقول لك حلوة اخر حاجة، اصل انا بحب العزومة قوي، لما حد بيعزمني ببقى مبسوطة جدا. عارفة أحلى حاجة فيك إيه يا سوسو؟ إنك ما يبانش عليك سنك، واللي يشوفك يفتكرك لسه ما دخلتيش دنيا. بجد؟ العز بقى العز باين عليا. صدقيني يا سوسو أنا ما بجاملكيش ولا ببعتر كلام في الجو، دي شهادة حق. أنا عموما مش مندهشة خالص، أنت عارف كل الناس أول ما بتشوفني بتقولي الكلام ده، بيندهشوا كده لما بيشوفوا جمالي. يا حبيبتي وعشان كده انت صعبان عليا قوي. ما ينفعش واحده ست بالحلاوه دي كلها تعيش وحدانيه من غير جواز، اللي زيك لازم تعيش شبابها، يعني تحب وتتحب وكده. بس بصراحه مش لاقيه الانسان الراقي اللي هيستهيني يعني. بص حواليك يا سوسو، انوي بس انت وهتلاقيه. هي بصراحه ان هي موجوده بس هو فين يعني؟ ادعي بس وهتلاقيه. يا مسهل يا رب. حاسه بخنقه يا ماما وشايفه الدنيا سوده قدام عينيا. سمر ساعه الطلاق بيبقى رحمه لاي اتنين متجوزين ومش نافعين مع بعض، وبعدين مجاهد ده لا كان من توبك ولا كنتي من توبه. مش عارفة ايه اللي حصل جوزناهولك. يلا اهو كله اسمه ونصيب يا بنتي. المصيبة مش في طلاقي من مجاهد، المصيبة في حاجة تانية أكبر وأهم بكتير. مصيبة ايه يا سمر؟ ما تكلمي. رويدة صاحبتي اللي أنا حكيت لك عنها.
فاكراها؟ ايوه فاكراها. مالها؟ مش عارفه اقول لك ازاي. ما تتكلمي يا سمر، ما تخليش اعصابي تسيب مني. وانا عندها في المحل بقيس فستان، صورتني وانا عريانه. ايه؟ تقولي ايه؟ وبتساومني على مبلغ كبير عشان تديني سديل على الصور. بعدين؟ بعدين؟ ها؟ ما كانش في ايدي حاجه غير ان انا اروح لوسيله واقول لها اللي حصل. حتى انت يا سمر جريتي ورا وسيله. انا مش قادره اصدق نفسي. كان لازم اعمل كده عشان انقذ سمعتي. تنقذي سمعتك على حسب شرفي. وانا كان في ايدي ايه تاني اعمله؟ وبعدين قبل ما ترمي اللوم عليا كان لازم تلومي نفسك انت الاول. ولا انت مش شايفه انك السبب في كل اللي احنا فيه؟ بس خلصي خلصي قولي كلمه. انت اكيد مش واعي اللي بتقوليه. اتجننتي رسمي. اتجننتي خلاص. انا فعلا اتجننت لما اعرف ان انا واخواتي مشكوك في نسبنا وان العار هيفضل ملازمنا طول عمرنا بسببك انت. اخرسي 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 اخرسي. يا بنت يا سوسو الجمال ده يا بنت. ايه ده؟ ده انا ما كنتش واخده بالي خالص ان انا بالحلاوه دي. ده اللي يشوفني يقول ان انا مش مخلفه سهى. ده انا حتى بان اصغر منها. حلاوتك يا جمالك يا بنت قمر شربات تجنني. عوني. الو. اهلا يا عوني. مساء الخير. عوني عوني ثانيه واحده، الباب مفتوح عليا. ايوه يا عوني انا معاك. مساء الفل يا ست الكل. اموت واعرف اموت واعرف بتجيب الكلام الحلو ده منين. من جوه قلبي يا نور العين. تسلم تسلم يعني مفيش منك اتنين. حلاوتك حلاوتك يا ابيض. بالراحه بالراحه بشويش بشويش على هادي على هادي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا هاوني؟ انت بتتلكك ولا ايه؟ هو انا قلت لك حاجه؟ امال لو كلمتيني كنت هتعملي فيا ايه؟ بقولك ايه؟ انت وحشتيني قوي وعايز اشوفك بقى. تشوفني امتى؟ النهارده ممكن؟ حلاوته حلاوته حلاوته. طب ايه رايك بقى؟ اقابلك في نفس المكان اللي بنتقابل فيه كمان ساعة. استبينا. استبينا دي؟ استبينا. انت تؤمر يا جميل. ما يأمرش عليك ظالم يا حبيبتي. بالسلامة بالسلامة. مين الست اللي كنت بتكلمها في التليفون دي يا عون؟ دي سعاد مرات ابراهيم الاولانية جوز اختي هالة الله يرحمها. وكنت بتكلمها ليه؟ من الاخر كده هتجوزها. نعم يا اخويا تتجوزها وبتقولها في وشي يعني انا كده؟ ده انا كنت اموت فيها. يا بنت فهمي بقى، سعاد دي انا مش هتجوزها حبا فيها. يا عدم لا مؤاخذه دي سعاد تيجي فيكي ايه ولا تيجي جنبك ايه يا بنت؟ انت الاصلي. الحكايه وما فيها ان سعاد دي عندها قرشين عايزين نهبشهم منها ونقفش المصلحه وبعد كده هطلقها بالثلاثه. ابوس ايدك يا معلم عوني، ما تتجوزهاش عليا انا ممكن اموت فيها. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ كنتش اعرف انك بتحبيني قوي كده يا بنت. انا عمري ما حسيت بالامان اللي وانا معاك. انت سندي وظهري في دنيتي. عايزني بعد ده كله اسيبك لوحدك تاخدك مني؟ ده لا يمكن ابدا. يا بت انت ما توجعيش قلبي معاكي. هو احنا اللي هنعيده وهنزيده كل مره؟ ما قلت لك قبل كده مليون مره، اول ما بطل البلطجه وابقى رجل اعمال قد الدنيا هخليكي تخلفي الواد اللي انت عايزاه. والواد ده مش هيجي الا بجوازه سعاد. ها فهمتي ولا نعيد تاني اما مخ زينخ؟ يعني برضه انت مصمم تتجوزها؟ ايوه، لان مفيش حل قدامي غير كده. يا اما مفيش خلفه. ها قلتي اللي تشوفه يا معلم.
انا نازل يا حبيبتي، مش عايزه مني حاجه؟ رايح فين؟ مشوار شغل هعمله وارجع على طول. اوكي. ايه الاوكي الناشفه دي؟ باي باي. وشوفه بعناية وساعتها مش هخليكي على ذمته ولا ثانية واحدة ولا انتي ليكي رأي تاني. بصراحة مش عارفة. هتعرفي لما نقفشه. يلا بسرعة. بس ايه يا تونة؟ انت خارجة دلوقتي ولا ايه يا حبيبتي؟ ايوه يا حبيبي، عندي واحدة صاحبتي تعبانة شوية فقلت راح أطل عليها ومش هتأخر. طب ليه يا حبيبتي بالليل كده؟ ما تخليها بكرة بالنهار. ما انت عارف النهار بيبقى الجو حر وانا ما بستحملش الحر. طيب استني هدخل اغير هدومي واجي معاكي اوصلك. لا يا حبيبي خليك انت قاعد مستريح، انا مش هتأخر، بس عاوزك تاخد بالك من نفسك. اخد بالك من نفسك دي؟ هو انت مسافرة ولا رايحة زيارة؟ ما تفهميني يا تونة ايه الحكاية؟ رايحة زيارة طبعا يا حبيبي، بس يعني حسيت ان انا نفسي اقولها لك. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. خدي بالك من نفسك. وانت كمان. جالك كلامي؟ زهر ان فعلا فايق بيخوني. طبعا بيخونك الوالدي، وحاسبتلك احنا نستنى شويه بعد نطلع نكبس عليه عشان تشوفيه متلبس بخيانته. يا استاذ يا استاذ، اصل المريضه اللي طالعه جوه جالها نزيف في غرفه العمليات. بتقولي ايه؟ علشان كده الدكتورة بعتتني أعرف منك فصيلة دمها إيه؟ بصراحة معرفش. عموماً السرنجة دي فيها عينة من دمها، عايزينك تروح بسرعة تجيب لنا 5 أكياس دم من نفس الفصيلة اللي في السرنجة دي علشان النزيف يقف. لحسن كده دمها هيتصفى لو قعدت تنزف كتير. طب أنا هتصفى. حالاً بسرعة لو سمحت. تعمل إيه هنا يا فايق؟ أنت خلاص انكشفت وبانت خيانتك يا واطي. عصمة تاني برجوكي وطي صوتك وبلاش فضايح. لسه شفت فضايح؟ ده انا هجرسك. طب تعالوا تعالوا نتكلم بره. تعالوا تعالي. بتخوني؟ بتخوني وجاي عشانك عشان تسقطها؟ تخريف اللي انت بتقوليه ده. لا مش تخريف، هي دي الحقيقه اللي انت كنت مخبيها يا خاين وربنا كشفك. لو سمحتي ما تتدخليش بينا. ليك عين؟ ليك عين تتكلم بكلمه بعد اللي عملته؟ يا منال انت ظلماني صدقيني. امك ازاي وانا قفشاك في العياده؟ انت لازم تطلعها دلوقتي حالا. يا ستي ما تخليكي محضر خير. طلعني. تعالي. جيب البنت. سيبني. جيب البنت يا واطي يا خاين. سيبها بقولك. والله لو اوريك. انت ابعد عن بنتي. انت تبعدي عننا خالص. خالص. والله لو اوريك. انا هخليك تطلعها غصبا عنينا. انا هوريك. ماشي يا فايق. حبيبتي. ماشي يا فايق. والله لو اوريك. تعالي انت كمان تنام على نفسك. يلا. اخيرا يا حبيبي بقينا انا وانت لوحدنا. الشغل النهارده كان كتير قوي. ما تجيبي بوسه بقى. لا 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 مش هنا. ده انا مشيت الساعه. هاتي بوسه بقى. يلا بوسه يا حين يا جربوع. يا جربوع وانا اللي جايلك عشان تنجدني. يا عصمت استني. تفرماني اخرس. فهمك صح لأول مرة في حياتي. يا عزمة استعي. بسرح معايا في البيت يا جبل. جبل يا جربوع. عزمة استعي. عزمة حالم. ما تطلع ليدي. أو عزمة. استعي عزمة. أنا حربيك. عزمة.
طلقني يا فايق. حبيبتي يا منال اهدي، ما يصحش كده. اهدى ازاي بعد ما شفت خيانتك بعناية؟ خيانة ايه؟ هو انت شفتيني معاها في السرير؟ انا هستنى كمان لما اشوفك. هو ده عدل ربنا؟ لازم تظبطيني معاها في السرير عشان تقولي ان انا خنتك، غير كده يبقى حرام عليكي. تقدر تقولي كنت رايح عيادة الدكتور ده ليه؟ مشوار شغل زي ما قلتلك. والله وشغل ايه بقى؟ شغل ايه اللي في عيادة الناس يا حضرة المحامي؟ واحدة موكلة عندي في ورطة، اصلها حامل من واحد والواحد داخلي بيها، ولما قالت لي وطلبت مني اواجهه اتهرب، ساب المسكينة لوحدها. والله والمفروض ان انا اصدق الكلام ده. هي دي الحقيقة، لو مش مصدقاني ممكن اجيب لك الست تسأليها. منال منال منال، انت مراتي وحبيبتي، انا لا يمكن اخونك. ايه اللي وداك عيادة الدكتور يا فايق؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قلت لك عمل انساني، الست قصدتني عشان اقف جنبها وما كانش ينفع ارفض، ضميري منعني اعمل كده. يا سلام، ولما تروح تجهضها وتقتل البيبي كده ضميرك هيرتاح. انا ماليش دعوة بحاجة، انا كنت مجرد سواق هوديها وارجعها عشان لو تعبت او حصل لها اي حاجة من العملية. نفسي اصدقك يا فايق. لازم تصدقيني، لازم تصدقيني. وبعدين تعالى اما اقول لك، انت من امتى بتشكي فيا وبتمشي ورايا تراقبيني؟ من ساعه ما جات لي مكالمه من واحد فتح عينيا على الحقيقه. أوه. ابن اللذينة. مين ده؟ الواد اللي لعب بيها. اكيد كلمك عشان ينتقم مني، كمني واقف جنبها وبساعدها. الدرجه دي ممكن يوصل الشر بحد؟ يعني انت كنت فعلا بتساعدها؟ انت عارفاني انا ما اقدرش اشوف حد محتاج مساعدتي وما ساعدوش. انا عايزه اقابل الست دي واتاكد بنفسي. ماشي يا حبيبتي، بكره اجيبها لك لغايه عندك عشان تتاكدي، بس ممكن تهدي دلوقتي وتدخلي تاخدي لك شاور يروق اعصابك. حاضر حاضر يا فايق. ايوه كده. بس والله والله لو طلعت بتكذب ما هيكفيني فيك موتك. بعد الشر عليا، انت دايما ظلماني، الله يسامحك. دي شقة السيدة طمرحنة سعيد عبد المقصود؟ ايوه هي. طيب انا جاي لحضرتك من الاسم. اسم؟ خير في حاجة؟ مين حضرتك؟ انا اخو طمرحنة. في الحقيقة اخت حضرتك لقيناها متوفية في عيادة طبيبة امراض نساء. لف بينا دنيا دوخينا دنيا. اه يا دنيا. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الزفت على دماغك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ ده كنت لازم اعمله معاك من زمان يا غشاش يا خالد. غشاش ايه؟ انت فاهمه غلط. فاهمه بقى ايه؟ اخيرا فهمتك صح؟ بعد ما جبتك ونظفتك وخليتك بني ادم بتعض الايد اللي اتمدت لك وبتخني؟ لا ومع مين؟ مع السكرتيرة يا ريم رامية بتاع الخدمات. خدمات ايه؟ ما يصحش كده. اسكت، انا جوزك برضه. جوزي؟ ده جوزك جزم احسن منك. انا اللي غلطانه اللي عطفت على واحد زيك جربوع وواطي. انا جربوع وواطي؟ جربوع؟ مين اللي جربوع؟ بقول لك ايه؟ انا بفضل تعبي ومجهودي وكنت ساعتيني زمان وانا صغير، اي ست محترمه تعمل كده مع جوزها لاني راجل محترم. وانت كان حيلتك حاجه؟ هديكي اي مليم صرفتيه عليا. بس بطلي بقى تتحكمي وتطمري فيا، فاهمه؟ دلوقتي بقى معاك فلوس وبتساومني انا يا جربوع؟ ده انا اللي عملتك، ده انا فضلي عليك، لولايا كنت زمانك جربوع وصايع وما تسواش حاجه. انا هفضحك في كل مكان. تفضحي؟ انا هفرج الناس عليك. مين حاسب؟ انا زهقت منك، ما عدتش طايقك. واسمعني بقى، اللي شفتيها معايا تبقى عشيقتي، وبكره هتجوزها على سنة الله، مش ده شرع ربنا؟ ايه رأيك؟ افضحيني، يلا افضحيني. افضحي يا جربوع، عايزك تجوزني. ايوه عليا ده انا اقتلك. ده انا اخلي اخر يوم في عمرك. تعالى اقتلك. حاسب. اوعي. حاسب. اوعي قولي من وحش بقى.
اصمت يا عليا اصمت 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 اسحب يا جماعه اسحب يا خالد.